ازيك يا عبد الله؟ هتسمعنا ايه؟ اسمع ان شاء الله. الله ينور بصيرتك يا عبد الله. خليه يشجعك. اسمع ان شاء الله قرآن بالترتيل بصوتي بصوتي واسمع بتجويد. طب خلينا في الترتيل الاول يا شيخ عبد الله لمده مثلا 3 دقائق كده نسمعك كويس. ها ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ما شاء الله. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. الله. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله يفتح عليك. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك. انت مبدع النهارده انت والشيخ جعفر، بس الشيخ جعفر معانا على طول يعني ربنا يبارك فيه. يا شيخ عبد الله عايز تقول ايه تاني؟ عايز تجويد؟ اه ان شاء الله. طيب ماشي. على اذنك يا شيخ جعفر نسمعه تجويد بقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ينور بصيرتك. آمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ما شاء الله. الذي خلقني فهو يهدي. والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما شاء الله عليك. ها؟ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ان شاء الله عليك. انت بتحبي الشيخ عبد الباسط؟ انت والشيخ جعفر زي بعض يعني. صدق الله العظيم.